احنا بنعود مره اخرى مشاهدينا. الحقيقه النهارده معانا نماذج جميله جدا من الاعلاميين واساتذه في مجال الاعلام. معانا الاذاعي والاعلامي المتميز دكتور ابراهيم الكرداني، وهو طبعا منورنا ومشرفنا. كل سنه وحضرتك طيب. معاكي بجد وانت طيبه يا رب، وكل الاعلاميين طيبين يا رب. يعني النهارده احنا بنشوفها فرصه انه يعني نقول لكل اعلامي ومذيع و متخصص في مجال الإعلام كل سنة وهو طيب. وعايزين نعود بالذاكرة مش هقول كام سنة بلاش بس عايزين نتكلم على أهم البرامج. طبعا كلنا فاكرين يعني البرامج التعليمية للغة الإنجليزية، طبعا علامة مميزة. عارفة مش عارف يعني أنا وأنا بعملهم عمري ما كنت متخيل إنه الناس هتتأثر بيهم كده أو هتفضل طبعا. يعني بحس فعلا ربنا بيطبطب عليا كده لما بلاقي أي حد في الشارع يقول لي أكيد. أنت علمت إنجليزي من وراك. يا سلام، معقولة أنا عملت كده؟ والله العظيم دي حاجة بتاعت ربنا. صحيح. فعلا صحيح. هي اتعملت، كان زميلي فؤاد نهاد في نشرة الأخبار كان مسافر، جاله بعثة في السعودية، فقال لي إبراهيم تعالى اعمل مكاني البرامج التعليمية. قلت له بس أنا مش مدرس. أيوه أنا مدرس في الجامعة حاجة تانية، لكن أكيد. مش كده. فقال لي تعالى. فنادية أبو غدادي المخرجة قالت لي بص تعالى اعمل دور ماريو المطرب في حلقه مع فؤاد ونشوف انت هتتبسط ولا لا. فرحت سابت علامه والناس افتكرت ماريو، وانا بدات اعمل برامج تعليميه لمده سنوات طويله. حلو جدا، ودي يمكن اكتر حاجه كل الناس فاكراها صباح الخير يا مصر، وكان طبعا ده من البرامج المميزه جدا لحضرتك. وخلينا نقول انه يعني وجودك في ماسبيرو رغم اختلاف التخصص، يعني حضرتك متخصص في الطب النفسي. صحيح. هل الطب النفسي ساعدك في موضوع انه رسالتك الاعلاميه تصل الى المشاهد بشكل جميل ومؤثر؟ اكيد استعملت التقنيات. هسالك انت وهسال الجمهور. اكيد اكيد الحاجات دي اكيد ليها تاثير طبعا، لانه سيكولوجيه المشاهد نفسها بتحسي بتفرق، بتحسي بالجمهور واحتياجه ايه وعايز يشوف ايه. وعارفه فعلا عندك حق، الطب النفسي كله صحه نفسيه أثرت كتير جدا في المسيرة بتاعتي طبعا. أكيد طبعا. وبعدين عايز أقول لك، أنت بتقولي برامج التعليمية، أنا رجعت أقدم برامج تعليمية. أيوة تاني. أيوه أنا عارفة، أنا بتابع على فيسبوك وعلى يوتيوب وحاجة يعني خلي، لأن الطلبة السنة دي وحاجة تطوعية مساعدة يعني حضرتك كمان قايل ده في الفيديو الحقيقة. لأن عارفة مرة واحدة عرفوا إنه هيجي لهم أسئلة في جريت اكسبكتيشنز بتاع تشارلز ديكنز، فالأهالي لقيت ثورة على الفيسبوك وإحنا مش مستعدين والولاد ما خدوش، فقلت ما أجرب. وبدأت طبعا، خدت مني مجهود مش عايز اقول لك طبعاً. الناس بتفتكره سهل، انا ذاكرت من اول جديد. لا طبعا، لانه عايز تفتكر المعلومات يعني كانك بتدرسها من اول وجديد. مظبوط مظبوط. فيا رب يا رب تساعدهم يا رب، لان خلاص هيدولك على الامتحانات يعني، فربنا يسهل يعني. هيدولك كتير. لكن خلينا كمان نقول انه يعني احنا يعني متعاملين في مجال الإعلام أو كإعلاميين دايما بنجد أنه أحيانا في شخصيات بتأثر وبتفضل معانا في الذاكرة زي حضرتك كده كلنا فاكرين، وفي ناس كتير كمان قوي الحقيقة كلنا الحقيقة بنفتكرهم. فالحقيقة يمكن احنا بنشوف أنه يعني حضرتك ليك نماذج على الشاشة حاليا كبرامج التعليمية واخدين كده يعني بعد اللقطات كده المهمة. ايه معانا ده؟ انا كنت شكلي كده؟ لا الحقيقه يمكن احنا بنقول انه دايما البرامج التعليميه وفي مراحل معينه في السن عامه بتثبت في ذاكره الانسان، يعني مثلا مرحله التعليم مثلا الاعداديه الابتدائيه، كل المراحل دي الواحد بيفتكر حاجات معينه، رهبة الامتحان، مين كان بيساعدني على المذاكرة؟ أكتر حاجة بترعب في الدنيا يمكن الواحد عمل البرامج التعليمية إحساسه من خوف الولاد قبل الامتحان. طبعا أنا كنت بترعب بصراحة قبل كل امتحان، وكنت أقول حسقط حسقط حسقط، وبص لنفسي عملت طب كويس. طب إحنا هنشوف كده جزء سريع عن أداء حضرتك في البرامج التعليمية، ويمكن إحنا هنقول إيه اللي اختلف بقى. ربنا يستر. Well, my dear friends, welcome back. Now, we're going to take mini dialogues. Usually a dialogue هو حوار. هنا هنتعامل معاه كتابيا. So,
let's start together. احنا خدنا من ده كتير قوي طول السنة. I hope it will be easy. Number one, Wissam is leaving Cairo for a journey to London. يا بخته. زي ما شفنا كده يعني لا في كاريزما طبعا الحمد لله. كاريزما اكيد الطب النفسي لا كان ليه دور لا لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله اهم حاجه للمذيع ككاريزما ايه اللي مهم قوي يعني ممكن تكون ناس بتعتمد احيانا على الشكل اكتر على يعني حاجات في متخيله ان هم لا الحاجات دي هتفرق معاهم لكن هي بتبقى حاجه من عند ربنا هي حاجه من عند ربنا وانا لو بنصح اي اعلامي جديد اقول له حس بالناس حس بالناس ودايما شوف انت عايز تديهم احلى ما عندك عايز تفيدهم باي حاجه عايز توصل لهم المعلومه بابسط طريقه ممكنه اعتقد دي هي الكاريزما اللي بتوصل للناس العين في العين وانت بتتكلمي كتير ناس كانوا يقولوا لي انت بتدخل لنا اوضه النوم عارف الدرجه دي بالخضه يعني لان فعلا اعتقد ده عامل مساعد جدا 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 لو احنا بنتكلم على الاعلام والاعلاميين وعيد الاعلاميين والناس يا رب يكونوا بيحتفلوا وحاسين بينا اي اعلامي جديد وانا درست وبدرس في كليه الاعلام عايز اقول الشباب الجديد بيدوا امل يا دغري بجد في نماذج جميله 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 موجوده في طبعا. الشباب اللي طالع وبعدين بيستخدموا كل السوشيال ميديا الى جانب التلفزيون فالكومبينيشن بتاع الاثنين دول لان احنا مش هننكر انه التلفزيون ليه عمر معين ناس بيتفرجوا عليه الفيسبوك ليه سن معين الانستجرام ليه سن معين والتيك توك بقى نهيج ده حاجه جديده بقى نهيج بقى طيب حضرتك كشاهد على العصر بالنسبه للاعلام يعني احنا بقالنا اكتر من كذا سنه كل شويه في تقنيات حديثه في تواصل بشكل سريع تواصل اجتماعي بقى بسرعه البرق يعني ثواني حضرتك شايف ايه اللي اختلف كمضمون الرساله الاعلاميه للشباب اولا سرعة الحياة نبض الحياة اتغير جدا شوفي الأهالي بيفكروا ازاي شوفي ولادهم في دنيا تانية خالص فلازم دلوقتي كل الرسائل تبقى التحدي اللي بيقابلني ما بقدم في انستجرام أو فيسبوك ازاي أخلي الخبر الطويل دقيقتين أختار إيه منه ازاي أوصله ما قل ودل ويغير ويدي طبعا. المعلومة طبعا. فده تحدي كبير قوي الشباب أشطر مننا بكتير في الحتة دي بصراحة أشطر مننا لكن في نفس الوقت عمر ما الأصل هيروح التلفزيون هيفضل يعني انت لو بصيتي في أمريكا ما عندهمش السوشيال ميديا للدرجة المجنونة لا بتاعتنا لا لا لا. احنا العالم العربي مشي في السوشيال ميديا وسناب شات عارفة كل بلد ليها حاجتها يعني أنا لسه جاي من دبي فيسبوك مش قوي هناك قد الانستجرام قد السناب شات كل بلد ليها الحاجات بتاعتها اللي بتبهرها اللي بتبهرها فلازم نتطور لازم نحافظ على القديم وندخل على الجديد نحافظ على القديم وندخل على الجديد حضرتك بتوجه رسالة لكل شبابنا بتقولهم ايه اللي مهم قوي ان انا اعتمد عليه في مذاكرتي مش شرط الاعلام احنا بنتكلم بشكل عام كمذيع طبعا وليك العديد من البرامج وكان عندك برامج شبابية كمان مظبوط همسة في خمسة ده كان خاص جدا وهمسات شبابية كان لذيذ بالزبط. لكن انا عايز اقول لكل الشباب بجد يعني انتوا قلبتوا ليلكم نهاركم ده ظاهرة موجودة في مصر ما شفتهاش في اي حتة تانية في الدنيا كل الناس بتسهر بالليل الشباب وعايز ينام طول الصبحية عمرك ما هتكون منتج يعني الفطرة الطبيعة انك تصحى الصبح تروح شغلك وتشتغل ساعات الشغل في النهار كلها وترجع ترتاح مذاكرتك لازم تكون كده برضه يعني اسهر في حدود المعقول بس خد ساعات الراحة لجسمك كافية ده انا بنصح بيه كل حد أكيد. طبعا طريقة الاكل السليم برضه بمواعيد مفيش حد من الشباب خالص بياكل بمواعيد احنا كنا صبح وظهر وبالليل طبعا الحاجات دي يا جماعه بتاثر جدا في صحتك في مخك في عمرك في تفكيرك خليك مرتب يعني خلينا نقول انه حضرتك من خلال طبعا دراستك للطب النفسي واشتغلت طبعا فتره طويله وما زلت طبعا بتعمل في مجال الاعلام
ترتيب الذهن واختيار الاولويات وازاي ان انا ممكن يكون عندي نوع من الباشن او يعني الاصرار والدعم ان انا استكمل مشواري بشكل فيه نوع من الصبر. انت قلتي كلمه حلوه قوي، الباشن. هو الباشن ما تدخلش مجال الالام لو كانش عندك الباشن. صح. لازم تحبه. انا دخلت طبيب الشغف ده عشان والدي وحبيته جدا، وما انكرش ان الطب بالنسبه لي شكل شيء مهم قوي في حياتي ومنظمه الصحه العالميه واليونيسف، لكن عمر ما الاعلام راح مني. من اول ما كنت طفل صغير، من اول ما مثلت في شيكسبير في المدرسه وعملت فرقه كربال بعد كده واخرجت ومثلت، الحاجات دي كلها فضلت في الواحد في عمره كله، لان ده هو الكلمه اللي انت قلتيها، الباشن. الباشن لو موجود، لو انت بتدرس بحب، المدرس الكويس بيوصل للطلبه لان عنده باشن، الاعلامي الكويس عنده الكاريزما وعنده الباشن. لازم الاثنين مع بعض. فكلمه الباشن دي مش عارف يعني نضخها ازاي. يعني الطب النفسي بيقول لك احيانا انه يعني الباشن ده ساعات بيجي ان انا بحاول كتير، انا مش عايزه افتي طبعا في المجال. لا لا لا، قولي خدي راحتك. انه كتير جدا انا بجرب حاجه ومش بحقق نجاح او بحط هاي اكسبكتيشن او يعني توقعات عاليه قوي، ولما بتقل عن سقف طموحاتي او توقعاتي ببدا ان انا افقد الباشن او الشغف بالحاجه. في ناس عندهم ديسابوينتمنت كتير قوي، ديسيلوجنمنت، ما وصلوش او لحاجتهم فبيتخلوا، بيروح الباشن منهم. انا هقول دايما خليكي قلبي قد التحدي. خليكي قلبي قد التحدي ده راح، ده اغنيه صباح على فكره. ده راح، شوف حاجه تانية املاك الباشن بتاعها. أيوة. وغير. يعني يجوز ما توفقتش في حاجه، مش معناها ابدا انك طبعاً. كلنا عندنا مواهب متعدده في حاجات كتير. لو دي ما نجحتش ابتدي في دي، جرب. النهارده الحياه صعبه جدا ومحتاجه منك في كل حاجه انك تدي كل ما عندك. وربنا يوفقك وتنجح ان شاء الله. عايزين نرجع كده بالذاكره للبرامج اللي حضرتك قدمتها والمواقف اللي حضرتك مش قادر تنساها ابدا وفاكرها، وبتبقى احيانا ساعات الواحد بيواجه حاجات على الهواء او في التسجيل بتبقى غريبه جدا ومش ممكن ينساها ابدا من ذاكرته، لانه صحيح. بيبدا يضحك. صحيح. لا ممكن يعني ممكن يكون ضحك وممكن يتخض. ايه اللي حضرتك فاكره؟ والله في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش. طيب خلاص خلينا في اللي يتقال. في اللي يتقال اكتر طبعا. هقول مثلا كنا في نشر الاخبار وانا بقى بكل ثقه كده بقول واخيرا سيداتي سادتي نشره جويه، وجاي ببص تقريبا ما لقيتش ولا حاجه مكتوبه. تعملي ايه في المكان؟ يعني بص الكاميرا كده قلت مفيش تغيير يذكر في درجه الحراره. هقول ايه؟ كويس. ده نوع من سرعه البديهه. عايز سرعه بديهه انها لكن أيوة. فعلا بتتخضي حاجه زي كده. طبعا. في طبعا شخصيات قابلتهم ما انساهمش. طبعا صبوحه دي بالنسبه لي حاجه كبيره. روجر مور، جيمس بوند، ما تيجي وجها لوجه معاه. شخصيات جامده جدا. طبعا مش هتنسيه. سوزان ساليفان بتاعت فالكون كريست كانت برضه من النجوم اللي قابلتها وكانت فظيعه. ريدج بتاع ذا بولد اند ذا بيوتيفول. كل الشخصيات الجميله اللي قابلتهم دول الى جانب كل الفنانين المصريين اللي الواحد قابلهم في كل وقت. بما انك بتحبي الفن فدايما كنت بحس كده ان الفنان بيحب يطلع معايا عشان بطلع الحلو اللي جواه. ما بحبش ابدا يعني اقول اي حاجه تكون جارحه تكون خارجه. بحب الحلو وتطلعي. لو هتوجه رساله اليوم للمشاهدين وفي عيد الاعلاميين تقول لهم ايه النهارده بطريقه ابراهيم الكرداني اللي من كذا 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 سنه؟ هقول بكل حب كده، يا رب النهارده عيد الاعلاميين يا ريت نفتكر كل اعلامي اثر في حياتك، كل اعلامي قدم لك حاجه انت حبيتها. برامج انا ما انساش على الناصيه مثلا من البرامج لامال فهمي مش هنساها ابدا طبعا. طول عمري في انا بحب فايزه واصف قوي قوي قوي. جميله حياتي. طبعا المرحومه صديقه حياتي اللي لسه توفت. الحقيقه لو قعدت اعد الفنانين اللي وصلوا لنا وصلوا لنا، حامد جوهر في عالم البحار، طبعا طارق حبيب انا بحبه جدا، محمود سلطان، احمد سمير، ناس كتير عشنا معاهم. النهارده عيد الاعلاميين نفتكر كل اعلامي حبيته.
بشكر حضرتك جدا الاعلامي القدير والاذاعي اللامع ومقدم طبعا عدد كبير جدا من البرامج المشهوره دكتور ابراهيم الكرداني. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا يا دكتوره. هنلتقي بعد الفاصل وطعم البيوت مع بير عبد الوهاب، وهيكون معاها ايضا نماذج مشرفه للاعلاميين بعد الفاصل.